معسكرنا كان كويس على كافة المستويات بدنيا وفنيا، ويعني حتى كنفسيا قربنا شوي من بعضنا، لأنه بتعرف أنت بدأ الموسم لعيبة المنتخب بعدت عن بعضها شوي. نعم. الحمد لله. تعتقد أنه هذا المعسكر جهزكم لتكونوا جاهزين لدورة الألعاب الآسيوية، خاصة أنه اقتربت جدا؟ أكيد بالطبع. نحن إن شاء الله عملنا كثير مباريات ودية بالإضافة للعمل الفني مشان نكون جاهزين لبطولة الآسيوية، لكن إن شاء الله تحضيرنا حيكون أثناء بطولة الآسيوية في المباريات الأولية إن شاء الله، حتى نوصل إن شاء الله للأدوار النهائية بشكل حلو. بطولة العالم حلم أي لاعب، شو بيعني لك أنت حتشارك ببطولة العالم؟ والله إن شاء الله لسه بكير على بطولة العالم، ولازم الواحد يتعب مشان يسهل العالم. العالم الآسيوية شايف إنه في أمل لكرة اليد القطرية؟ إن شاء الله يا رب، إن شاء الله حتكون أول مرة باسم الكرة القطرية إن شاء الله. شادي إمتى بيرجع برأيك؟ بعد بده وقت كتير؟ إن شاء الله بيكون موجود بكأس الاتحاد إن شاء الله، وبتشوفه في تونس إن شاء الله. Let's go.